الوجه المسكوت عنه لقطع الكهرباء. عشان قطع الكهرباء للأسف ما بقتش بقى السبب الحر وحاجات دي، والناس قاعدة في البيوت مش طايقة تقعد في البيوت بسبب توقف المراوح والتكييفات في عز موجة الحر دي، ولا متوقف على المية اللي بتقطع كمان مع قطع الكهرباء وخلت حياة الناس جحيم لا يطاق. لكن الكارثة النهاردة وصلت لأرواح بريئة تموت بسبب قطع الكهرباء، زي ما حصل مع العامل اللي عرضته لك في المقدمة، الغلبان اللي طالع يطلع أوردر وبيجري على لقم عيشه وركب الأسانسير ووصل هوب قطعت عنه وراحت حياته في الكهرباء. اسمع كده. زي ما حضراتكم شايفين اسمه أحمد محمود عبد العال، شقير بأحمد عقبية، عنده 28 سنة. الراجل كان امبارح راكب الأسانسير ومودي الحاجات بتاعت الناس، يعني اللي هم الاوردرات المطلوبه منه. بعد كده طلع وخلص الاوردرات، شاهد العين زي ما سمعتوا منه، قال ان هو كان معاه كراتين ميه وكان معاه حاجات كتير. وبعد ما خلص وانهى الترول يعني اتزنق في الاسانسير، ما عرفش ان هو ينجو وتعلق في الاسانسير ولقي مسرعه. ده الشاب اللي راح النهارده، يعني هو اتحشر ما طلعش ليه؟ مات ليه؟ بسبب انقطاع كهرباء. وفاة عامل توصيل داخل مصعد بالمهندسين بعد احتجازه لعدة ساعات، وفي المهندسين. لكن مش دي كارثة الوحيدة ان قطع كهرباء، لانه في وسط الكوارث دي وصلت السخرية من بعض اللي شغالين في شركات الكهرباء انهم بيقطعوا عن القرى في احدى المحافظات. الراجل هي مش القاهرة، هي القاهرة الكبرى، بس يعني الراجل واقف يقطع يقول لك نكلة ويجي شاد نزل السكينة مش عارف كذا. اسمعوا كده. بسم الله نطفي النور ان شاء الله. المناش وجلتنا بهرمس حسنين الاخصاص السد المضنار الرهاوي كفر حجازي نكلة المنصورية عزبة عبصمة مرقاش المنشية القطة ابو غالب وردان الحاجة. سامحونا يا جماعة، كل المدن دي أنا رحت مدنار ورحت نكلة، كل المدن دي في القليوبية يعني في الاتجاه الشمالي كده. لا اللي عجبني حاجة تانية، عجبني الراجل طيب أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم نقطع كهرباء، بسم الله الرحمن الرحيم يقتلك، بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله كده. أنا يعني يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة مع بعض كده. هو فكرني بالست نعيمة نجمة إبراهيم لما قالت ما حدش بياكلها بسأل. البنت عضت في إيدي تقولش عدوتها بعد ما خانت البنت. فهو فكرني بكده، بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة نقرف مجموعة قرى ومدن كده، بسم الله الرحمن الرحيم بقى نعكنن عليهم حياتهم، بسم الله الرحمن الرحيم نبوظ عليهم حلو. بسم الله برضو حلوة، يعني كويس إنك أنت تذكر اسم الله كده وإنت ما شاء الله بتعدم ناس. وانا متخيل بقى بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها في ناس بتصرخ، لكن صرخات الناس ومعاناه الناس لسه مستمره رغم انهم اعلنوا تطبيق جدول تخفيف الاحمال زي الفيديو ده كده. بس يا جدعان دلوقتي لما الكهرباء تقطع ساعتين ثلاثه اول النهار وساعتين ثلاثه في نص النهار وساعتين ثلاثه في نص الليل، يعني الكهرباء بتقطع يوميا على الاقل 6 7 8 ساعات في عز الحر اللي احنا فيه ده، ولما الكهرباء بتقطع الواحد يبقى مش قادر ياخد نفسه وكمان الميه تقطع معاها، يعني انا بقى قاعد مش قادر اتنفس من شده الحر وكمان لا الاقي ميه اشرب. الكهرباء يا اختي بالله ما فيهم ايه عمالين يقطعوا الكهرباء اليومين دول، ولا حد يجي يقول لنا ايه تحت الكهرباء. هات الكهرباء 200 جنيه، الكهرباء 400 جنيه، حسبي الله على الله اشوف حد يجي يقول الكهرباء ايه حد الكهرباء يا اختي اليومين دول. لكن كده الكهرباء قطعت الكهرباء، شغل الثلاجه نشغل الثلاجه، تروح ضايع الكهرباء تروح حرقه الثلاجه، تروح ضايع الكهرباء تروح حرقه التلفزيون. طب وليه الخسائر دي وليه الضرر دي ومين اللي ورا الكلام دي وايه ابو الكلام دي وما حصلش قبل كده حضرتك هي الجدول ده هيبقى في مدينتي وزايد ومدينه نصر والمناطق دي ولا الغلابه بس؟ مع العلم ان احنا من دافعين الضرايب، احنا من دافعي الضرايب زينا. يا رب تكون مبسوط يا عم البلحه. انا يا جماعه نتيجه النور كل شويه يقطع ويطفي، بص العيش بعمل ازاي، بص العيش اللي الناس بتقعد من قبل الفجر عشان تجيب. بصوا من ساعه ما قطع الصبح، بصوا من ساعه ما قطع الصبح ما جاش الثلاثه ما استخدمتش خالص. بصوا بصوا طب بصوا كده تفرز اهو شغاله اهو، بصوا نفس الحوار بالظبط.
بصوا بقى الحمام اللي انا كنت جايباه عشان اهو انا فاتح بص ميه كله كمان الحمام ده مش هينفع بيه اصلا اهو بصوا انا من كتر ما انا متكيف بصوا الحمام حلو الحمام كده يبقى ميه اهو ميه حلو كده حلو كده حمام اهو مش بس خسائر في الارواح لكن في خسائر في ماديه كمان جت على المصريين بسبب قطع الكهرباء وده تسبب في رفع اسعار الالبان زي ما بيقول الخبر ده انقطاع الكهرباء يرفع اسعار الالبان في مصر زياده الاسعار دي مش بس طالت الالبان لكن خلال سنة يعني حصل فيها زياده كتير لكن في خبر انا شفته قبل ما ادخل الهواء على طول الخبر ده وقفت عنده شوية يعني لأنه أنا بسأل نفسي هل الخبر ده له علاقة بكلامهم أنهم ارتاحوا في الكهرباء معلش هو مش مقتنع بيها مصطفى بس أنا مقتنع بيها أهو خبر ده غريب قوي وجاي في الشروق بيقول لك السعودية توافق على مذكرة تفاهم للتعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ده الخبر يا حضرات ترأس خادم الحرمين الشريفين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس اطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول إلى آخره وانتهى الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الطاقة وحكومة جمهورية مصر ممثلة في وزارة الكهرباء للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. أنا ليه بقى يعني قبل ما أنقل على الأسعار بس أن الأسعار ده موضوع تاني خليه ليه بقول لك القصة دي؟ لأنه هل معقولة السيسي هو السيسي محتاج دولارات عشان يجيب مازوت أو يزود الغاز وهو ما عندوش عشان كده الكهرباء بتقطع من عندك ما في سبب تاني خلاص يعني كشف الموضوع وخلاص وبقى يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وخلصت القصة انه لا تصدير ولا استيراد ولا اي حاجة وطلع رئيس الوزراء قال عندنا نقص في الغاز والمازوت والدنيا خربانة يعني فهو عشان يجيب مازوت عايز فلوس دولارات وعشان يجيب غاز عايز دولارات فهو معوش دولارات واذا استلف شحنة المرة دي من المازوت عشان يمشي بيها الناس مش هيستلف تاني هنا بقى السؤال هل معقولة لجأ للسعودية تاني تغذيه بالكهرباء بقى ما هو لجأ للسعودية في الأول ما هي السعودية اللي جابته ما الجعر ده اللي جابته السعودية اللي جابه الملك عبد الله والسعودية هي أكتر دولة مولته بالدولارات ومولت الانقلاب السعودية والكويت والإمارات مولوا الانقلاب العسكري الدموي اللي تم في مصر في 2000 في يوليو يعني 3 يوليو مولوا بقى من قبل كده بكتير فهل معقولة في الأزمة دي لجأ تاني للسعودية يقول لهم اديني كهرباء ما تدونيش دولارات بس ادوني كهرباء أنا بسأل ما عنديش أي على الإطلاق معلومة غير الخبر الذي نشر النهاردة في الشروق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان وافق على مذكرة تفاهم وتعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ايه بقى المذكرة دي فيها ايه ما نعرفش هي مذكرة تفاهم طب هل لجأ ليهم يقول لهم ادوني معلش ادوني 2 كيلو كهرباء امي بتسلم عليكم ادوني قطر زيت امي بتسلم عليكم ادوني راس توم هل لجأ للسعودية تمدوا بالكهرباء انا ما اعرفش ومش هفتي لان انا الحقيقه مش مهندس وما فهمش الكهرباء ممكن تيجي ازاي بس اللي انا عارفه ان هو ما عندوش مازوت ولا غاز يا مصريين خلاص ودي محطات بتدور بالغاز والمازوت والراجل ما عندوش دولارات وعشان يشغلها لازم يستورد غاز ويستورد مازوت اوكي طب ما عندوش هنعمل ايه ما عندوش هنعمل ايه هنستلف فلوس ممكن يروح يستلف له 400 500 مليون دولار يعملوا له حاجه الحاجه دي الحقيقه تخليه يستورد كهرباء لانه في ازمه كمان في اسرائيل اهو زي بيقول الخبر ده اللي بعته لي مصطفى من دقيقه وجه وزير الطاقه والبنيه التحتيه
إسرائيل كاتس رسالة لازعة إلى وزير المالية هاجم فيها وقف الترويج لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي لمصر وأوروبا. أهو أنا مصطفى بعتهولي أو حد أهو بيقول وقالت وسائل إعلام إسرائيلية. يعني أنا يعني مش هكذب عليك أو الخبر بقى براء عشان أنت إيه تريحني من عذابي في حبك. المهم وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يوقع وزير الطاقة خلال الأسبوعين على زيادة تصاريح التصدير لشركات الغاز إلى أوروبا ومصر والأردن. وكتب الوزير كاتس ليس لمسؤولي وزارة المالية أي سلطة في هذا الشأن، ومن المناسب أن يتعاملوا مع المجالات الواقعة تحت مسؤوليتهم. من ناحية أخرى قال مصدر بوزارة الخزانة أنه بدون سياسة جديدة حول الموضوع وبدون لجنة مهنية لبحث قضية زيادة صادرات مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعي وتداعيات الاقتصاد قد يتضرر الاقتصاد الإسرائيلي. يعني حتى إسرائيل أنا ما هو أنا هات يا ابني مصدر الخبر بعد إذنك فضل. روسيا اليوم أزمة في إسرائيل بتاريخ كام؟ 1/8. 1/8 ده إمتى؟ النهاردة 1/8 النهاردة 1/8 في روسيا اليوم أزمة في إسرائيل بسبب أن وزير المالية وافق على أنه يصدر غاز لمصر والأردن. فخرج الراجل وزير الطاقة والبنية التحتية قال لهم يا جماعة معلش كل واحد يشتغل شغله، أنا وزير الطاقة، أنت إيه دخلك يا بتاع المالية؟ أنت كده هتضر الاقتصاد الإسرائيلي. فواضح بقى أنه إيه مستني من العم ولاد العم مستني منهم شحنة غاز، وزير المالية وافق له الإسرائيلي. وفي نفس الوقت هل معقولة مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان وافق على تصدير كهرباء لمصر؟ معرفش، أنا معرفش، بس الدنيا ملطشة معاه جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لكم ده خلى كل حاجة تزيد، كل حاجة زادت في مصر. زيادة الأسعار بس مش طلت الألبان، لكن خلال السنة الأخيرة أسعار البصلة زادت بنسبة 260%، اللحمة ب 98. الإحصاء يرصد، والنبي بالله عليك بعد ما تخلص ده خد ده معاك كده عشان إيه؟ الناس بتزعل من المذيعة اللي بتقول لك فرعونك دي ومش عارف ايه. مش في مذيعة بتقول فرعونك؟ فرعونك قصدي؟ اسمها ايه المذيعة دي؟ اللي بتطلع تقول للست فرعونك انا مش هكسمع. ياسمين عز. ده انت متابعها يا علا. ماشي اوكي. في بقى واحدة طالعة بقى الناحية التانية. مش الرجالة. لا 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 لا. بص. لا هات الاسعار الاول كده. اسعار البصل زادت 260%. اللحمة 98%. مش كده؟ خلصت الأسعار؟ كمل مع الأسعار. الناس بقى كمل الأسعار. خش على السكر. سعره زاد 6000 جنيه في الطن في شهر يوليو. خش على أي حاجة تانية عندك بقى. أهو زيادة في أسعار السكر خلال 80%. وتطلع ياسمين عز السياسه اللي هي انجي انور تقول لك ايه؟ خش لي بقى اديني انجي انور، ادي للمصريين بقى في وشهم كده. تطلع يا انجي انور تقول لك ايه؟ تقول لك احنا مصر ارخص من ارخص 10 دول في تكلفه المعيشه، انت من ارخص 10 ستات على شاشات السيسي. مصر من ارخص 10 دول في مستوى المعيشة. رد عليها، رد انت يا حسين، رد انت يا حسين، رد انت يا حسين، عشان انا مش قادر ارد، لاني انت عارف لو رديت انا يحصل ايه. لا اقول لك قلة ادب، قلة ما بيبصوش للاستفزاز. يعني الناس ما بيبصش ان اللي قدامك وصلك لمرحلة انك انفجرت، يقول لك لا لا قال كلمة قلة ادب. واحدة طالعة تقول انه مصر من ارخص 10 دول في الاسعار. انا عايز اي ست ترد عليها علشان يعني يبقوا ستات في بعض. يعني يا ستي ده في سطو مسلح على تاجر بشبرا الخيمة قال لك خدوا مني وكل حاجة وكانوا هيموتوني. بص حد بعت لي الصورة دي
نهار اسود ب 49 ب 50 جنيه ب 50 جنيه يا جدعان يا جدعان يا جدعان ب 50 جنيه خش عندك كده بص عندك كيلو البصل ب 50 جنيه انت بتهزر يا جدعان ولا بتتكلم بجد كيلو البصل ب 50 جنيه اهو والله العظيم اهو مافا بصل ذهبي 1 كيلو ب 49.95 يعني ب 50 جنيه وتقول لك مصر من ارخص 10 دول في الاسعار تخيل تخيل بجاحتها تخيل بجاحة الست دي المهم يعني يضحكوا عليك ويقول لك ان في بشائر خير قرب افتتاح مصنع لانتاج السكر بالعام بالمنيا طب انتوا هتفتتحوا مصنع ليه بنستورده مش انتوا تفتتحوا مصنع في المنيا ليه بتستوردوا 150 الف طن سكر خام برازيلي اهو مدبولي انشاء اكبر مصنع لانتاج يا عم خلاص ما هو مش ضروري ميكس يعني مش ضروري ميكس سكر الاكتفاء الذاتي لاول مره يصل بتوجيهات السيسي ده امتى ده كان في 29 يناير 2022 تخيل قال لك هنوصل للاكتفاء الذاتي في السكر والسكر وصل الى انه 80% زياده اهو في 6 مايو 23 يعني من شهرين مستشار مشروع مستقبل مصر حققنا الاكتفاء الذاتي في السكر طب وما اللي بتستورده ليه 150 الف طن من البرازيل ليه بتستورده طب والنبي طلع الخبر بتاع الراجل بتاع الفرارجي ده اللي انا بعته لك ده هو قال لك خدوا مني كل حاجه وكانوا هيموتوني سطو مسلح على تاجر فراخ بشبرا الخيمه خدوا مني كل حاجه وكانوا هيموتوني انت تعرف ان ده ممكن يحصل مش على الفراخ ده يحصل على اي حاجه حتى على السجاير تعرف عربيه السجاير دي ممكن يحصل فيها مشكله مش انا اللي بقول الكلام ده اسمع الراجل ده بيقول ايه قال جمله كده قال لك اي عربيه دخان ممكن يحصل عليها سطو مسلح زي ما حصل مع تاجر الفراخ ما هو تاجر الفراخ ده اللي هتلاقي عندك اللينك بتاعه قال لك وانا معدي الناس هجموا عليه اهو العب كده العب يعني يبيع الفراخ بتاعته جمله ولكن طلع يبيعها فين في البحيره طبعا طلع عليه سطو مسلح هو هيوضح لنا دلوقتي ايه الصح بالظبط من القضيه بتاعته بس اللي احنا عارفينه ان هو طلع عليه سطو مسلح وخدوا منه اللي وراه واللي قدامه احنا معانا طبعا تاجر الفراخ نفسه هو اللي هيحكي لنا القصه هو اللي هيقول لنا ازاي دارت معاه السطو المسلح وازاي كمان ما عرفش ياخد حقه حتى الان اهلا بحضرتك اهلا بيك سيد عبد الحميد سيد احمد وشهرتي سيد القط سيد القط استاذ سيد قول لنا بقى انت تاجر فراخ في منطقه شبرا الخيمه انا تاجر فراخ في شبرا الخيمه اسم اول شارع الخمسين طيب احكي لنا بقى القصه ازاي تم سطو السلاح عليك وازاي رحت البحيره او انا بتعامل مع سمسره كتير في البحيره سمسره فراخ فراخ بيضه فبتعامل بقالي شويه مع واحد سمسار اسمه احمد غانم من البحيره مكتبه في دمنهور فكنت انا قبلها بيوم واخد فراخ رحت حملته عند احمد فراخ رحت له المكتب اداني الوان في حته اسمها حمور عند واحد اسمه الخال رحت حملته بقيت 8000 جنيه في اليوم ده 8000 جنيه بقيته طبعا 8000 جنيه دول هو لازم يضمني عند الايه عند صاحب المزرعه في صله لازم تبقى بين صاحب المزرعه والسمسار فانا بقيت 8000 جنيه المهم بقيتهم واتكلت على الله مشيت جيت ثاني يوم رحت عليه المكتب رنيت عليه داخل عليك قال انا حاجز لك اول ما دخلت رحت مطلع 8000 جنيه مديله الايه الباقي بتاع اليوم اللي قبليه ايوه وراح مديني العلوان خد كلم الراجل من على تليفونه هو تمام كلمت الراجل وتعاملت معاه وعرفت ايه مكانه فين وخلاص تممت الموضوع وطالع على هتديله وخدت رقم الراجل على تليفوني وتعاملت مع الراجل وقال لي تعالى لي حته اسمها ابو حمص قناوي تعالى قناوي ورن على البحيره ابو حمص قناوي في البحيره رحت قناوي رنيت عليه قال لي خش وامشي طوالي اسال على حته اسمها عزبه الشجر عند المقابر وانا هتابعك بالتليفون وهفضل واقف مستنيك دي حته بقى ضلمه بقى مقابر تراب تراب بتاع البلد انا رايح عند تراب بتاع هندفن فروحت هناك قابلنا الراجل تمام فتحنا باب العربيه الراجل ركب جنبنا ودخلنا بدأ زراعي بدأ زراعي ده عباره عن ارض زراعيه انت قابلت الراجل خدني بقى خدني من على الطريق بقى من بره من عند المكابر دي حته من السفلته هنخش بقى ارض زراعيه الراجل انت رايح له اللي انا رايح له هو متابعني بالتليفون فانا دلوقتي بقى هنخش ارض زراعيه لان العنابر دي تبقى معموله جوه في ارض زراعيه دخلت مدق زراعي من هنا قنايه ومن هنا ضيق على قد العربيه بالظبط دخلت المدق دوت وشبه بتاع نص كيلو ومره واحده لقينا عربيه توتر حجاب العرض ما اعرفش جايه منين بالعرض اتاري كان في قش واقف وراه قفل الطريق وطلع ناس من الارض بشموا سكاكين وخناجر والدنيا ضلمه وضرب في العربيه تكسير في العربيه
والسواق كبابه مفتوح ضرب في السواق ضرب في السواق في وشه وفي رجليه وعلى ايديه وهو ما يمسكش الطاره ولا رجليه تلمس البنزين والدنيا ضلمه مفيش بقى نور العربيه هو اللي باين بس من وسط سما ربنا والنجوم بتاعه ربنا بس وارض الكلام ده بقى كان فين في عزبه الشجر عزبه الشجر القناوي القناوي في مركز ابو حمص فلينا نزلوا علينا ضرب كسروا العربيه وضربوا السواق انا كان بابي مقفول المسوجر والازاز مقفول وسايب شويه كده بتهوى منه تمام جم يخشوا لي بعد ما ضربوا السواق وضربوا الولاد من اليمه الثانيه ما رضيتش افتح له كسر عليها الازاز بالسكينه وراح ضربني في ايديا اما ضربني في ايديا ايه خدت انا خياط طبعا في عند العيله معايا عايزين طبعا يموتوك يعني انا لو ده انا معايا تقرير طبي معايا تقرير ومباحث وتحريات مباحث وفي كاميرا جايبه الواقعه وجايبه العربيه دخلت المدق الساعه كام اللي هي العربيه اللي عملت الواقعه معانا جايباها وهي داخله وهي خارجه من على طريق واحد بيته في اتجاه العيال اللي مشيت فيه دي وطبعا المباحث اشتغلت على هذا الوضع وجابوا العيال واعترفوا على بعض في المباحث والنيابه بس ما اعرفش حصل ايه في القضاء هو جاب لي محامي من عنده وقال لي المحامي ده محامي كبير ومحامي كبير انت دلوقتي ووضحت الناس رعب يعني زي ما قال الراجل بتاع السجاير اللي انت عرضناه لك من شويه قال لك بعد كده هتبقى السجاير العربيه السجاير اللي معديه الناس ممكن تخطفها رعب احنا داخلين على مرحله غامقه ده حتى الايس كريم الايس كريم بيقول لك انه زياده اقبال مصنعي الايس كريم على اللبن الجاموسي يدفع لاسعار الارتفاع يعني الناس بتاخد اللبن الجاموسي طب انتوا فتحتوا مصنع بتاع لبن من كام سنه كده كنت قلتوا انه اللبن رغم ان هو اسعاره قدامي اهي اسعاره ارتفعت يعني ده بسبب الايس كريم ارتفعت اسعار الالبان خلال شهر يوليو يصل الى 10% سعر كيلو اللبن يتراوح من 22 ل 24 والان يوصلك ب 8 وصل ل 28 ربنا يستر على اللي جاي صعب جدا خلينا نروح ميدان رمسيس والسبتيه وكوبري الليمون فماذا هو المخطط نشوف كده بعد كده يلا